السلام عليكم. سؤال إن شاء الله النهاردة نتكلم مقدمة كده عن جزء الفاير فايتنج. فاير فايتنج هنتكلم عن الأنظمة المختلفة للفاير فايتنج، إزاي أصلا الفاير بيحصل، إزاي بنعمل مقاومة للفاير. فهنبدأ كده انترودكشن سريعة عن الفاير فايتنج. هو الهدف من الفاير فايتنج إن إحنا نحمي المؤسسات والأشخاص، يعني حماية الأرواح والمؤسسات. طيب، في تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها عن الفاير فايتنج، الأكواد المستخدمة سواء كانت الأكواد العالمية زي الـ NFPA أو الأكواد المحلية. نتكلم على أنواع، إزاي أصلا النظام بتاع الحريق أو الحريق أصلا بتنشأ وإزاي بنقاومه، والأنظمة المختلفة للإطفاء، أنظمة الإطفاء بتاعة الحريق. ازاي بنعمل الديزاين بتاع الفاير سيستم على حسب الاشغالات الموجوده وعلى حسب يعني الانظمه او درجات الخطوره اللي موجوده. احنا الحريق، احنا اول حاجه بنبتدي بنشوف ازاي الحريق اصلا بيبدا او الحريق ازاي بينشا، وبناء على كل جزء من الاجزاء اللي قدامنا دي ممكن نقول أو نحدد نظام الإطفاء المناسب عندنا بناء على المثلث دوت من الحاجات المهمة جدا في الفاير فايت. طبعا إحنا بالنسبة للفاير فايتنج في أجزاء، 3 أجزاء مهمة، أو في جزء خاص بمهندس كهرباء هو الخاص بالفاير ديتكتورز، الحساسات بتاعة الحريق. في جزء خاص بمهندس المعماري هو إنشاء سلالم الهروب عشان الدخان ما يحصلش اختناق للأشخاص فممكن يؤدي للوفاة، فبيتعمل حاجة اسمها سلالم الهروب عشان الناس تقدر تهرب منها وقت الحريق، وعمل جدران مقاومة للحريق عشان فصل الأماكن بتاعة الحريق عن الأماكن الأخرى. في جزء خاص يبقى إذا في جزء خاص بمهندس كهرباء خاص بالحساسات، جزء تاني خاص بمهندس المعماري خاص بسلالم الهروب وغيرها، الجزء التالت اللي هو خاص بمهندس ميكانيكا وده اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو نظام مقاومة أو أنظمة مقاومة الحريق. فليجي نتكلم الأول، هو أصلا الحريق إزاي بينشأ لازم نعرفها كويس عشان نقدر نقول إزاي بنقاومه. فإحنا في مثلث، المثلث دول 3 أضلع، ال3 أضلع دول إذا توفرت في أي مكان فوارد انه يحصل فيه حريق. ايه بقى الاضلع دي؟ انه يوجد عندي اكسجين، تمام، اللي هو الطبيعي اوريدي بالتركيز بتاعه الموجود في الهواء، ووقود، واحنا لما بنيجي نقول وقود ممكن يكون خشب، ممكن يكون ملابس موجوده في البيت، ممكن يكون اخشاب، ممكن يكون فول، وقود جازولين، ديزل، ايا كان اي نوع من انواع الوقود. ممكن يكون كهرباء، يحصل مثلا قفله او حاجه في أحد معدات الكهرباء في المطابخ، الزيوت الموجودة في المطابخ، ففي حاجات كتير جدا. عشان كده احنا بنقول ايه الإشغالات اللي موجودة لما بنيجي نعمل ديزاين عشان نشوف نوع الفول اللي عندي، تمام، لأن الحرايق اللي ناتجة عن المعدات الكهربائية غير اللي ناتجة عن الوقود، غير اللي ناتجة عن الأخشاب، غير الحرايق اللي بتحصل في المصانع، غير اللي بتحصل في المستشفيات، غير اللي بتحصل في مثلا الجراجات بتاعت العربيات. فبنيجي نشوف حاجة اسمها الإشغالات ودرجات الخطورة، عشان كل درجة من درجات الخطورة وكل إشغال من الإشغالات بيبقى ليها نظام معين في الديزاين. والهيت، إن أنا أبتدي الحاجة اللي عندي أو الوقود اللي عندي يبتدي يسخن لحد ما يوصل لدرجة الاشتعال فتبتدي تحصل الحريقة. لو الثلاثة دول مجتمعين، الثلاثة دول مع بعض توفروا في مكان، فإذا هيحصل حريق. فإحنا كل دورنا وإحنا بنعمل نظام مقاومة أو مكافحة الحريق، سواء بنكافح الحريق أو إن إحنا أصلا بنمنع حدوث الحريق، فكل شغلنا على المثلث دوت. عشان كده هو مهم جدا. لو إحنا قدرنا نمنع أحد أضلع المثلث أو حاجة من الثلاثة سواء هيت أو الأكسجين أو الوقود، فبالتالي إحنا بنقدر نوقف الحريق اللي عندنا. فالهيت مثلا، الحرائق اللي هي بتاعة الهيت كلها، لو في أخشاب في أحد الإشغالات مثلا في
السكنية، لو أنا في مبنى في المباني، فبيبقى تفكيري رقم واحد بيروح على إني أعمل إطفاء بالماء، إطفاء بالمية، إطفاء بالمية عن طريق رشاشات أو أتكلم عنه يعني، سواء تلقائي اللي هو بيحصل إطفاء في الحال، أو يدوي، وفي يعني كذا حاجة يعني. فأنا الإطفاء بالماء، أنا بحط مية يعني في المكان بتاع الحريق، برش مية، فالمية دي بتعمل كولينج أو تبريد، فبالتالي هو فيه أكسجين وفي الوقود، في الخشب لو مكان فيه خشب تمام، وفي بدأت يحصل فيه حريقة. فأنا لما برش مية أنا ما منحتش الأكسجين، والوقود أوريدي اللي هو الخشب موجود، لكن أنا لما رشيت مية إيه اللي حصل؟ حصل تبريد للمكان، فبالتالي مش قادر يوصل لدرجة الاشتعال، فالحريقة اللي عندي بتقف أو خلاص أنا وقفتها ومنحتها. فده الهيت، إن أنا بطير الضلع بتاع الهيت أو بوقفه أو بخليه مش موجود عن طريق إن أنا بستخدم المية. ومن أشهر الأنظمة الموجودة عندنا نظام الإطفاء بالماء، لأنه أرخص الأنظمة اللي موجودة، لأن لما نشوف بي ونيجي نتكلم على كل نظام إيه المميزات بتاعته، فهو المية الأكثر انتشارا، وهو الأرخص، وهو الآمن، وهو فيه حاجات مزايا كتير جدا. لكن المية في كل الحالات مش بنعرف نستخدمها، فبالتالي بنروح ندور على إن أنا أستخدم الأضلع التاني. يبقى الأساس عندي مية في الأنظمة بتاعة الإطفاء، ولكن لو في بعض الأنظمة ما قدرتش تستخدم المية، بفكر في أنظمة أخرى. على سبيل المثال في الفول، الوقود اللي عندي، لو أنا عندي تانك ضخم ما فيه أحد شركات البترول، مخزن فيه وقود، مخزن فيه زيت، مخزن فيه جازولين او ديزل او ايا كان، وحصلت فيه حريقه، فهنبتدي نفكر الاول دلوقتي الحريقه حصلت ليه؟ لان انا عندي جازولين او عندي اويل موجود في التانك، فده الوقود، والاكسجين اوريدي موجود، ولاي سبب من الاسباب درجه حراره زادت او اي حاجه حصل حريق. فتيجي تقول لي الاكسجين مش هنقدر نمنعه مثلا، هنبتدي نرش ميه. يعني خلينا نفكر في التفكير ان انا همنع او اقاوم الحريق بان انا ارش ميه. تيجي تقول لي الكثافه بتاعت الميه، المشكله اللي بتقابلنا الكثافه بتاعت الميه اعلى من الكثافه بتاعت الجازولين او الوقود اللي عندي، فالميه هتنزل تحت والوقود اللي عندي هيطلع فوق او يطفو على السطح، فالحريق هيفضل مكمل، فبالتالي الميه مش هينفع في الحاله دي. فبدانا نفكر في حاجات اخرى، زي مثلا ان احنا نستخدم حاجه اسمها فوم، او نخلط الميه بفوم. الفوم ليه الفوم؟ لان الفوم ده بيبقى اخف، فلما بنرش الفوم على السطح، حتى لو الميه اللي مع الفوم دي نزلت تحت، يتبقى الفوم فوق على السطح بتاع التانك دوت، فيبدا يفصل، وهنبقى نشوف الكلام ده بالتفصيل بعدين، يفصل الحريقه او النار عن الفول اللي عندي، وبالتالي انا هبدا اوقف الحريق، اوقفه ازاي؟ لانه الحريق مش واصل للوقود اللي عندي، بنجوع الحريق زي ما بيقولوا، فبالتالي يبدا يطفي واحده في واحده. من الحاجات التانيه اللي ممكن نستخدم الضلع بتاع الاكسجين، يعني ان في الغرف بتاعت الكهرباء يجي يقول لك ايه، طب احنا لو استخدمنا رشاشه ميه، ففي عندنا أجهزة ممكن لما نرش عليها مية يحصل مشكلة، يحصل توصيل كهربائي، فالمية غير مطروحة يعني. فيبدأ يقول لك إحنا ممكن نستخدم بعض الغازات زي السي او 2، السي او 2 عكس الأكسجين يعني، أو الأف ام، أو في يعني بعض الكلين ايجنت، أو بعض الغازات زي السي او 2 أو الاف ام 200، أو يعني في بعض الغازات او قائمه من الغازات. ولكن الغازات دي كلها بتعمل على ايه؟ ان هي بتقلل نسبه تركيز الاكسجين في الجو، فبالتالي يعني انا عشان يحصل حريق بيوصل لنسبه تركيز معينه من الاكسجين، لو قللت النسبه دي الحريق مش بيقوم او الحريق بيوقف لو هو اوريدي بدا يعني. فبنبدا نفكر في الغازات دي، ما ينفعش نفكر في الميه مثلا او الفوم. فدي كده مقدمه عندنا، لكن الأهم زي ما قلت لكم إن إحنا بنستخدم نظام الإطفاء بالمية. دي كده مثلا حاجة، أنا عندي مكان أهو بدأ يعني، في بيبقى عندي حريق حصل أيا كان، حصل في أخشاب أو أيا كان المكان اللي عندي، بدأ يحصل درجة حرارة بتزيد وبيحصل دخان، يتراكم الدخان في المكان، بنبقى مركب رشاش فوق، سبرينكلر موجود. السبرينكلر ده هو ده طبعا الديكوريتيف، او اللي هو كده شكله جميل في مثلا فنادق او كده،
ده رشاش المياه هو عباره عن ايه؟ يعني هو اصلا عشان نوصل لمرحله الرشاش دوت بيكون في بايبن، البايب يعني بتوصل لي المياه اللي هو، والبايب دي في اولها في بامب بتديني الفلوريد اللي انا عايزه، بتديني البريشر عشان اقدر اتغلب على الفريكشن لوس اللي عندي، وفي نفس الوقت المياه توصل لحد الرشاش ده بضغط كافي ان هي تديني كميه المياه اللي تقدر تسيطر على الحريق في اقل وقت ممكن. طيب هو الرشاش دوت انا بركب رشاش عندي في المكان اللي انا عايز اكافحه، فالرشاش ده بيبقى فيه كومبوننتس او اليمنتس، لانه من اهم الاليمنتس اللي موجوده في السيستم بتاع نظام الاطفاء بالميه. بيبقى عندي كده بلاج يعني موجوده هنا، وفي عندي في جلاس بالب يعني بالب. طبعا كل رشاش هيستخدم في مكان حسب التطبيق اللي عندي بيبقى ليه درجة حرارة معينة. فدي كده الكومبوننتس، في فريم وفي بلاج وفي عندي بالب. البالب دي عبارة عن سنسور عشان لما درجة الحرارة حصل حريق في مكان، فبتدي درجة الحرارة تزيد تدريجيا لحد ما يوصل لدرجة حرارة معينة، بيبقى في حاجة زي بالب. البالب دي بتبقى حاجة سنسبل، تنصهر عند درجة حرارة معينة. أول ما دي تنصهر هي دي كانت قافله الطريق بتاع الميه اللي عندي، يبتدي المسار بتاع الميه يتحرك عادي، يبتدي الميه تنزل. طبعا لو نزلت من تيوب كده هتنزل ستريت، يعني انا هيبقى عندي اللي هو ايه زي جيت ميه كده، هتنزل تغطي مكان واحد بس. لكن احنا بنيجي نحط هنا في الرشاش من تحت سبرينكلر او زي ديافرام كده عندي، عشان يبتدي يوزع الميه في شكل دايره، فابتدي الرشاش ده يغطي مساحة كبيرة جدا، وهنبتدي ناخد بعدين المساحات اللي ممكن يغطيها الرشاش الواحد اللي عندي. دي كده الكومبوننت بتاعت الرشاش، ونشوفها بتفصيل أكتر. ده الشكل بتاع الرشاش اللي عندي. طبعا على حسب الابليكيشن اهوت، يعني درجة الحرارة تزيد لحد ما البلب اللي عندي دي انصهرت وفتح المسار للميه. المسار بتاعي اتفتح للميه، بدأت يعني اهوت. طبعا دي فائدته ايه؟ الدايفرام اللي تحت عشان يبتدي يوزع الميه دي بشكل، فياخد مساحه كبيره جدا لحد ما يوصل ليه تحت، يعني انا حاطه في السقف فوق. يبتدي الميه دي على ما توصل للسورس بتاع الحريقه تحت في الارض، يبتدي ياخد شكل كون، فبيبتدي ياخد اريا كبيرة جدا على حسب بقى النوع اللي احنا بنشتغل عليه، فيبتدي يقاوم الحريق اللي موجود عندي. فالدايفرام ده بيبقى ليه هدف ان انا اوزع المياه بشكل منتظم واغطي اكبر مساحة عندي موجودة واقدر اسيطر على الحريق. نرجع طبعا للكولر بتاع البالب دي، بيقول لي خد بالك ايه، انا عندي رشاش هستخدمه في الغرفة عندي في البيت، فبيبقى لي خلاص يعني انا حطيت حطيت سي مثلا البالب دي الرشاش دوت، البالب اللي فيه تقدر تستحمل لحد درجه حراره مثلا سي مثلا 60 او 68 وبعدين تنصهر. فالطبيعي درجه حراره الغرفه دلوقتي او في الصيف مثلا ممكن توصل اقصى حاجه او ل 40 مثلا، فالبالب دي ما فيش مشكله. طب حصل حريق قدر الله وبدات درجه الحراره تزيد مع الوقت، تزيد وصلت 68 اللي هي درجة الحرارة اللي عندها، يبتدي ينصهر. فيبتدي البالب دي تطير، يبتدي المية تنزل زي ما احنا شفنا. لكن لو نفس نوع الرشاش ده خدناه بنقاوم بيه مثلا فرن في أحد التطبيقات الصناعية اللي هو اوريدي أصلا درجة الحرارة فيه عالية أكتر من 68، فإذا الرشاش ده مش هينفع يشتغل للتطبيق ده هو. أو لو جينا قلنا إن احنا هناخد الرشاش ده ونحطه في مطبخ أحد المطابخ مثلا عشان اقاوم الحريق، فبرضه مش هينفع يستخدم. لذلك في لكل رشاش حسب الابلكيشن اللي ممكن يستخدم فيه لون، واللون ده بيدل ان هو يقدر يستحمل لحد درجه حراره معينه عندي، زي ما هنشوف دلوقتي الكاتيجوريز المختلفه بتاعه الرشاشات. فبنبتدي ندي كولرز، لو البالب دي باللون الاحمر يبقى تقدر تستحمل 68 سلسيوس او 155 فهرنهايت، اللون اللي هو الاصفر شويه 79 لحد 175، لو الاخضر 93، الازرق 141. فانت في الموقع كمهندس المفروض تبص على الرشاش تشوف عندك، وده الاكثر انتشارا يعني 68 حاجه،
واحنا اصلا لما بنيجي نعمل ديزاين بنوصف الرشاش بدرجه الحراره اللي عندي ان هو يقدر يستحمل درجه حراره كذا، لان لو ده مش هينفع معانا طبعا ده بيبقى اغلى، مش هينفع معانا لان التطبيق اللي عندي مش محتاج ان انا اوصل لدرجه حراره، بالعكس انا عايز لو حصل حريق مثلا استخدم دي. لما في تطبيقات تانية الافران وغيرها درجه الحراره بتكون اوريدي في الطبيعي عاليه، فلو استخدمت فيه ده مش هينفع، لازم حاجه تانية تكون اعلى، رشاش اعلى من درجه الحراره الطبيعيه اللي هي موجوده في التطبيق اللي موجود عندي. عشان كده عندي رشاش دي الوان لحد 227 سيليزيوس موجوده في التطبيقات او حسب التطبيقات المختلفه اللي عندي. ده رشاش تاني وبنركبه في النظام، دي الميه بتنزل تمام، لما بيحصل ان درجه الحراره بتزيد بيحصل انه تمدد اهي تاني. لما انا عندي دي البلب تمام، وفي الميه البلب دي بتبقى قافله الطريق بتاع الميه، بيحصل ان لما درجه الحراره بتقعد تزيد تزيد البلب دي بتتمدد حجمها بيزيد فبتنكسر، فبيبتدي تنزل الميه تنزل تضرب في الدايفرام دوت وتبتدي تتوزع بطريق شكل كون يعني موجود. فطبعا في انظمه مختلفه للفاير فايتنج، ده بيبقى سبرينكلر موجود وده البايب تمام، دي البايب اللي عندي موجوده اهوت موزعين. البايب دي بتبدا كمله كده رايزر اللي هو البايب الرأسية اللي موجودة، بتنزل حاد ما نلاقي بامب، البامب اللي هي بتديني البريشر اللي عندي فلوريد. طبعا في بعض الأنظمة مثلا لو درجة الحرارة بتاعتي منخفضة جدا تمام، زي مثلا الدول الباردة اللي فيها درجة حرارة ممكن تبقى توصل لزيرو، كندا أو غيرها، بيجي يقول لك لا أنا مش هسيب في المواسير أصلا مياه هواء أو غاز تمام، والميه بتكون تحت عندي بحيث ان الميه دي وارد ان هي تتجمد، فيبقى في هواء، في هواء في البايب، والسنسورز او الديتكتورز اول ما تقول ان في حريق تاكتف السيستم فيبتدي يضخ ميه ويشتغل. في طبعا انظمه مختلفه على حسب الابلكيشنز اللي موجوده عندي، فده مثلا حاجه دي سيستم بسيط كده وبيبين لي الدايرة اللي عندي فيه رشاش وفي بايبس موجودة، وطبعا البايبس دي بيبقى ليها مواصفات معينة، في البو الفيتنج اللي عندي التيبة والالبو والسيستم ده كله، بيبقى عندي البامب اللي موجودة وبنعمل الحسابات بتاعتي. الرشاش دي بتتوزع بطريقة معينة، فاحنا عندنا مثلا حصل حريق طبعا بيبقى في سنسورز وديتكتور للتمبريشر والفاير او السموك قصدي، بيبتدي يحصل ديتكشن للحريق، فطبعا ده نوع تاني بيبتدي الرشاش يشتغل عشان سيطر على الحريق اللي موجود عندي. طبعا دي مقدمة كده بسيطة، بعد كده نتكلم عن الأكواد اللي بنشتغل عليها زي الـ NFVA ناشونال فاير بروتكشن اسوسيشن، وطبعا ال NFVA بيبتدي يتقسم في حاجه خاصه بالسبرينكلر لوحدها، جزء تاني خاص بالبامب، جزء خاص بالبايبس، جزء خاص بالطفايات اليدويه، جزء خاص بالصناديق الحريق، جزء خاص بالتنكات. فنبتدي وطبعا احنا مش هنحفظ الكود لانه ضخم جدا، بنبتدي نعرف ازاي اصلا ندخل في الكود وندور على المعلومة اللي فيه. فده إن شاء الله هنبقى في المرات القادمة نبتدي ناخد جزء بجزء. أتمنى يكون الجزء ده كده خفيف في الأول و يعني يكون مفيد ليكم. فشكرا على الجزء الأول كده مقدمة بسيطة.